شناك ستا؟ كان لرتي والحلوسي والخضر. شو داني طفل؟ شو عندي من داني انا؟ من وراك حش راسك تحت الفريش، تحلب فيه؟ وش همك فيه يا سيدي؟ نحشي راسي تحت الفرش ولا في مقفول؟ كل واحد يحشي راسه وين ما يحب. باهي يا سيدي، عذر لي نامي. اقجب تا روحك. باش بعدك نحط العشاء ما تقولش لي ناكل معاك. شوفك العشاء هذا الزلال. كعبة كريفات الزرقاء طويلة. الجرد اجا مريضة بوصفير ومغسلها بالجفان، حتى كلاب ما تاكلهاش. اي شافخة العجة يا سيدي ونا الكلب له كلها. كنت تو اقعد اسوي بالشر. زيد زيد في حصة التلفزة زيد. لا سيدي ما نزيدش، التلفزة يا سيدي ما تساعدنيش. ولا يا اخي ما تساعدكش. داني لك الجاير. لا يا سيدي، التلفزة راهي مخترع. مش كل عام العباد يودي الشيبة يتفرج في التلفزة وهي تجبد له في عيونه ويتبع فيها ويعمل هكا وعيني حمارت وكبرت وراسه وجعه وقال هكا قال بك تحت في الكانون نتاع الشيبة طيب فتاه بعد عمتك وزاد يقولوا اللي التلفزة حرام والله أعلم من كنت بحلم حرام؟ هيا عاد ماني كافر عدنا كان بلايك كافر واش الاخر حرام سيدي الشيخ ماك تتدى في كل شيء في الخدمه والماكله والقهوه والماء ايش مازال كان تقول لي الكسكسي حرام والكمونيه مكروهه ياكل منها يتنفخ يتنفخ وبعد يقول ترباك لا سيدي كم الكولا العراء والقرع هذا وين خشك يا فرنسي بيتي ذيك راه على بالي بها بيتك شوفك كسر الدهشه كل كل نتاع البقر هاني ماشي كنت نصلي يا اخي بطلت ذنبي في رقبتي تسالي شو تسالي خي تو لا وقت مغرب لا وقت عشاء وش يهمك انت حاجه بيني وبين ربي نصلي حتى صلاه الاستسقاء اي ربي يتقبل يا سي فاهم ان كنت سايس على رويحتك يصير لكش كي العبيد يولي شيبه شبيه العبيد الشيبه روح من ليبه اي ما روح ما بالكش انت ما هو نهار وقاعد يصلي ساجد حدا الكارون تاع شيبه وقال لك تفخ تفخ وقال ترباك والله اعلم ان كنت بحلم لا يا سيدي ما لنا نعلمك لي هذاك ماهوش العبيد ود الشيبه هذاك عبد الصمد ود فياله خو العبيد ود الشيبه الصغير تعرفي حياتي وش عاملين خدمه واش رايك لو كنا نعرضوا طاطا باريزا للعرس قدرة ربي يا اختي من غير ما نستدعاو حد باش يدزوا علينا الناس باش يشوفوا العروسه يا والله غريبه انا نعرفها امي بعقلها علاش مسكينه ما هيش بعقلها حياتي يا حبابه كي قالت لكم حبيت نتزوج زعفتوا عليها يا اختي بصراحة هذا عجبتني الفكرة. يزي 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 ما تدق انت. محسوبك انت تاع باريزا قالت لك نحب نعرس، تو انت تعجبك الفكرة بزاف. اش خص يا حياة لو كانت تقول لي باش تزوج وين تهنى منها؟ شوفي ولا ما نهبط لها الشاب خالد يغني في عرسها. شو بكم بطلتوا الحديث انتوما؟ يا اخي فيش كنتوا توتروا انتوما الزوج؟ نحكيو على العرس المونجي. نعمين يا اهلي لك، تحكيو على عرسينا بالحق. هي مش تدخل عرسك انت كنا نحكيوا على عرس تاتا ابدا نعم 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 عرس تاتا اسمع احترم روحك خير لك انت بلاش باش يقول علينا الناس احنا هم مكعب على 80 تبي تعرس وانا ما زدت عازم يا منجي وش بيك تنرفيت كنا نحكي وقلنا عرسك مع عرس تاتا نديرهم عرس واحد هكا نقصوا في مصروف العرس يقعد وين قعدت فكرة اسمع نقول لكم والفرقة عليا أنا وكي كنجيبو زياد غرسة ويحفلها يا لله وانا نهبط الشاب مامي وفي اللعباب ويدير ايوا زويت ترويتا لا ولي نجيب الشاب خالد انا في عرس خير ونعملوه في ستود الطيب المهيري وتتعدى سهرية تهبل نمسبو الخبي في الحومة ولا في السطح وليلة للصباح طيمة يا كحلة العين ايوه هاي جابت لي الفكرة في طيمة قاسم كيفي لا انا ما عم بش بيكم تضحكوا ليه امي قلت كل نقترح عليك تمشي للحج هكيك تربح دنيا واخرة مش خير الحجة الله لا يحرمني منها اما مو بعد العرس عاد خاطر في الحج يلزمني محرم يا ربي الأمل عليك والطلبة فيك كيتي 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 وراها طفل مبكر تقول جالي بسم الله الرحمن الرحيم شعولي يا شعولي بيبي
شعر راسك ان شاء الله. وش داني طفل؟ واشي نجرب في السلعه نتاعي داني لها في اشعار. اشعار؟ خير بيس في مخك؟ عباد برقده وانت سبعه ترجلين في فوشيك؟ حتى انت ببيشه العباد بعد الثوره تعودوا بالكرتش الحي خليها في فوشيك الله شمال اخر. نهار مغلل وياش هذا فين؟ واشي ناصب بالزكاتاكا طرف دخان على الطرف الشمالي على الطرف ركلان دخان؟ ناس دايب كنت راكده بالمجازة تحب تبصيني؟ هل فيها؟ اخي مسمعش الخطر يفاتوا شحكوا في التلفزة قال ليك الكونترا هي اللي بركت اقتصاد خلاص حتى انت قديت زوالي في مخ اي حاجة عدوها في التلفزة صدقها يا دي جماعة اللي يحكي على الكونترا هما بيديهم تكيف الدخان المضروب ويصب المازوت من البعدين تعرف منه اللي هلك الاقتصاد ودقت قاس الحلزون سي عو عو تقتل اليوم غدوة يرجع لك مع خيوط الضوء يعمل لك بو حياتي يا أخي وش بيها طاطا؟ ما تجيش تفطر معنا؟ والله ما نعرف صبحة راقدة تخمم في وطيتها وحمامها حبها حياتها اسمع حكيت أنا كي روبيا قلت بقيت ربي اليوم باش تمشي تشوف لي بنت رقية وكان شهر ربي اليوم تبدي الأخبار اسمع صبح منجي سمعت ما تهبلنيش أنت وامي ياسر يا أخي شبيك أنت يا أخي أنا قلت العيبة راهو فرحي أنا أسبق راهو أون بليس أنتم في عينكم اللي أنا قاعد نتفاوض أنا وروبيا أنا نقول لكم تتفاوض عليه عندك رهين عندها منجي اسمح لي بصح مركتها ما راكش تشوف بلي حياة مسكينة هم هيك فيها يا أخي قلت لها أنا ملا إذا تعرفوش كيفاش بقدرة ربي كان فهمنا نعمل كل شيء فرد نهار هنا العرس والنزول والملك والصلاة تسمع حاجة لو خايتي تسمع خليها يحلم مسكين وانت علاش راك مزروب على العرس الطفلة مازال ما عرفتهاش عرفها مليح ومن بعد العرس ساهل دبر على روحك يا لالا ما تعرفنا على بعضنا كان هنا ما تفرط بلا جيمر صحيت سي الرجال اي والناوي تسكنها ما تقوليش تحب تجيبها هوني زيدا لا 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 تو نمشي نسكن انا وياها بحر حلزون خير بلا بلا تو تحب نمشي نكري جراج انا ب 500 دينار قد الحكه في باب الفله هاي الدار واسعه شنو المشكل؟ تطر واحد فطري معانا صحة بنتي صحة والله معيني تعرف من البارح ما كليت شيء نحس روحي شبعانة بسم الله على امي بسم الله عندها سقم العرايس ما فهمتش انا شبيه مجاني شو سقم العرايس احنا تعيونا بالله نحب نسال السقم العرايس ما يجيش للرجالة خرف الو بونجور فايز سافا اسمع قولي حقا واش درت فيها؟ ها؟ يا اخي انت شبيك مغشه لاباسه؟ تعبت تعبت منك ومن امي بالله الواحد شامل حياته يجيش الواحد توا ينحي خشمه من وجهه هيك يمك ومن اخوك انا على بالك ولا اسمع نقشر لك يا فيما ما تحبش اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي أخيلي أرحم بيك فهمني ما اسمعني هي 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 نا تو كيفاش في نا قعد كيك معلق لا معرس لا مطلق صارت هم جايين هاي مرحبا بيكم مرحبا مرحبا هي والفيها مش نتني لينا يا خالي ماني قلت ليك ناصب لاي الكونتر قدام المجازي وقريبي ولي لاي مفتي ايه يا خالي ندر علينا قديش يصور أخي راني خايف نالي يلعبوا لي بمخ ويجيني نهار يقول لي ماشي لسوري سوري يا خالي ماشي سورية مش ماشي دني ماشي يقضي في قاضية العشاء أخي أتعرف كيفاش؟ سلم عليه سلم عليه أي في في لا في الأمان في الأمان في الأمان ها إيش قالك بو؟ إيش عنده ما يقول أخي؟ نقول له نصب لي بكونتر قدام المجاز ويقول لي قداش يصور الحمد لله قوة يا ولدي يا ولدي لازم تعملوا حل الطفل راهو مخه على قده ايه مش عندنا ولي يا خويا جيبوا لي الحاكم كاين حاكم يا راجل يا ولدي تخاف يديروا بيه يغسلوا له مخه لا لا كيك تهنى ما تخافش ما عندهم بيه يغسلوا له مغسول من عند ربي السلام عليكم وعليكم السلام سي المنظر هذا تاكلي هنا اي نعم سي حتى ناكلي الله
كفايه بك. ايش فيك؟ هذا نتاعك انت؟ ايش عليك اخي؟ ما ايش حرام القهوه ذي؟ لكن خلصنا حرام، لما كنت تبدا من راح تخف حلال ما حلال. ونحن بين الجبال نحن صياده. صادتني برموش العين يا دادا برموش العين صياده. قبل ساعتك يا مريم قبل ساعتك طيحت لي قلبي. يا اخي ايش بيك انت لباسه؟ هاي لباس بخير الخير وانت لباسه. منين لباس؟ اسمع يا اخي ولا تصلي بالحق. هاي نصلي وانت شحرك شعرك في الطاجين. ربي يا دي مخلق. حب تبي باش صبي صبي الناس الكل. يا دي مش على عاشر هاي ما صفحين خايف لا تصير حكايه هكا ولا هكا رسولك ماشي جاي على مركز الشرطه صح فهمت ولا لا سيدي ما تخافش لا يصير فيها لا هكا لا هكا مانيش بوالي انا برا يمشي يخدم على روحك يا زبله كلوف زبله كلوف باش ما صليت العشاء قديش فيها من ركعه ترى صليت العشاء ما تجي بعد الظهر يا اخي انا قلت لك تجي بعد المسلسل فيها وقيله فيها زوز اه فين يا من سبعة طيحنا الجوزة يعطيك ولا صح يا صاحبي ولا قالك اه يا سيدي دخان مضروب يفرد على القلوب ما تنوس ما تنوس اهلا عسلامة سي نديم شنو حوالك؟ يعيشك؟ لا لا في كل وقت شنو روعة؟ عجبتني برشا الخرجة أي سيغتو أنا عندي مدة ما خرجتش بهم ملا بهم الدم كيلاني في لمان حياة وي مع شكون كنت تهضري؟ مع مدام كيلاني عندها لوطية متاع بنتها وتحب تشوف لقفاتر وعلاش يا مالا كي دخلت تبانيكيتي وحطيتي التليفون واو فاش قام قولي لي حقا واش راه سي نديم سي نديم وين عارف علي يخدم على روحه وانت علاش تسأل علي عندي استشارة قانونية كونسيغنو لاجونس نتاعي هذا مكان اي ما هو البارح عطاك الكارت فيزيت نتاعو كلمو يا حياة وي شد ولدك انا خارجة وين خارجة؟ شو وين خارجة؟ مش الحجيمة مالا الخطوة الجاية باش تقول لنا نروح ندير ليفتينغ ولا بوتوكس اي هذا اش ناقصة وليت عايشة مع الصبوحة انا في الدار ما فهمتش شنو نخوفك يا ناس علي انت نقلك حاجه ورحمة بوي العزيز الغالي تي واحد تصليت العصر لا يعرف فيها قديش من رقعه خينا انا اذا اخذته اهل مجي رحم بي بعد كنتي طالع تعدى لي المقاس على قليل نتحمل في زوز نفهم من القص لا بينا احنا خلص نقش بك خايف انت هيك اسمعني قلك هيك ما تطلع كين طالع من طليلة ورو يا حبيبي جيو اهلا ربيا عسلامة يا خالتي مرحبا زادتنا البركة يا عايشك وبيك وانت محل كل بركة ربي ربي اقصد ربي احلى زوجة بعد ايش نعمل لك طلة بابوشة شي حوالك الحمد لله خيتي ايش حوالك انت لاباس يا عايشة بخير الخير اما قول لي ساعة يا خي وين خميسة مش ناوية ترجع لا 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 راجع في ماتش الريتور انا الصبح برك كنت نتكلم فيها بربي سلمي عليها ميلا يبلغ لا لا يبلغ باي باي انت حل الزبات ايش نجيك بيه صاحبي يا مرحبا يا مرحبا زارتنا البركة يا لله يا عيشك يا عيشك انت محل كل بركة هذا محلك اه انا دي يا خالتي عجبك شفت تبارك الله ايوه تبارك الله الشر شنو يقصد تبارك ما تشوفوش هكا راهو هكا باش نعملوا عندي شويه فورنيسيرات باش يجيبوا لي فهمت ولا فما اريفو جديد نتاع صوفر فهمت وهذا الكوشون دو دان الحلالف الحلالف واه باش تبيع الحلالف ناقصين احنا حلالف يا وخاي يا حبيبي يا خالتي اش بيك تمشي راهو مانيش نحكي لك على الحلالف اللي في الغوبه نتاع عين دروم لا لا شفت الجربوه
نجربوا عليها بالفور الارنب الا هما الكوشون داند حلال في الهند لا تعرفهم الارنب لفور لا جربوها. هي ماجي شنو توا جوك المحلك ما تفرحش بينا هكا لا قهيوة ولا جزوزة؟ ها يا حبيبي ترو ورحمة الويل عايز تقولي انا شفت خالتي وانا ما مشت يا خالتي هو باش نمشي انا توا نجي ما نفطرش بيه برا. اي باي باي دايش بيه. آه تاتا هايش قولك ها؟ عجبكشي شنو هاش قولي يا بنيتي؟ تبارك الله يشرح نصلي عني بي بارك الله شوف نقصوش قاشق ولي بو سعدي هاي وراسك ولا الحانوت ماكش تشوف في الحانوت تيوم القضية الكل ترفع صافر وارنب شبيك وقالك هاوكا بشي يجيب الحلوف من الهند ولا شبن هل يا أخي قل لي راضي يا بنيتي شو أكل الطفلة الزيوينة؟ ليه تتا ما تراهوش هكا؟ آه. انت ما تعرفش شنو هو عندهم في صفاقس الطفل لاباس عليه لهنا راهو اشوف شنو نقول لك ماكش جنينه اللي عندهم ماكش جنينه اللي عندهم تاعها جوز مليارات ما يتباعش صعبان ها ليلى وم ما عندها كان هو وكانك على اخته حيات ماك تعرفها مرت حسونه يا رحمه اي شومي وا لاباس عليها لهنا في خير لعينيها زعما راضي يا بنيتي شو زعما يا تتا الطفل راهو ناوي يعرس وما عنده حتى وحده في مخه جمعتي جمعتي كيما نعرفينا الا ما يتفرز زربيه وانتي عاد وضميرك يا تتا ها ايش قولك تقول لي الله يا بنيتي ايش باش نقول لك وعد الله على بنتي ما عندهاش هي بخت باش تصوم تصوم وتفطر على بو سعدية آمين أنا شوف يا راضي يا بنيتي تعرفش كيفيش أنت ما قلت لي لبس علي إيه لبس علي متحق اللي هو لبس علي إيه متحق تتاوى تعرف بكري إيش قالوا قالك بو سعدية بسروير ولا باي بلا ماء بك هيا تتا أي عادي مش حويجة واه يا بنيتي عمل ربي في بالك اصبر ما عندك صبر اللطف يعني صابره ميلا مش هذه كلها سلعه المناظر الكل برا يا ربي يعطيه فاري قذقذنا السلعه الكل يا ربي واحد يتعدى طيح سيجاره وتلهب يا ربي اعطينا الزلزال يطيح البارتي هذاك الكل يا ربي اعطيني على قد قلبي قوي للكوميرس وش داني سفيه؟ وش ايش مداني؟ قلت ناس صعب المعيز انا معري راسي وندعي علاش كون تدعي؟ انا انا؟ ندعي على روحي باش ربي قوي ليا الكوميرس والتجارة الكوميرس والتجارة حتى هي مالها تجارة ياك تشوف هيك ليونات تك 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 تسقط قدام النصبة بتاعك اين الحسود فيها قنفوت يقول لك راسك ان شاء الله قنفوت حاجة بفيشن توا النجم لاعب كي تلنسى يتلنسى في الكوميرس ينجم يحل حزب حزب؟ حزب ويش يا خويا؟ حزب اللطيف؟ لا حزب متاع السياسة وداني كرافات كل عبيد ود الشيبة ويعدوه في اخبار الثمانية هاي؟ هاي والله فكرة فكرة هاي لا تنقم المخ خلاص لا ويش هاي توا التجارة متاع العزيب ديال جبرج البالك هاك المبيت متاع بنويت قالك مليه هجل بنويت ورجع حزب وهاك الحماس عاود دانه وكتب عليه دار الحزب قلتنا نحل الحزب في المجاز اه اي والله امبارح يا خويا انت واش داني بيه الحزب تطلعش انا ناوي تترشح للانتخابات الرئاسيه ان شاء الله في راسي يا ودي نحب نحل الحزب ندخل للسياسه ندبروش حصانه ولا زوز حصانه يعطيك حصانه تسكك بين النواظر يا ودي يقولوا حصانه حصانه مش حصانه ثاني بالثاني يا خويا انت واش داني بيه الحصانه هي عندك ودي منين عندي انت جلد السيكو سيكو بعتهولي لا 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 عندك افهمني طول فيه توا الحصان منين جايه؟ ما جايه من الحصان. ثم حاجه اخرى اقرب ليها شويه مش هي كنت بنت عمها. جايه من البهيم اسمها البهامه. بهامه سياسه سياسه بهامه. ابك ابك على المنجي ايه قهوه ومصاريف لمن؟ القيوه مش نزل انت العزيزه صاحبي على زول. ايديك 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 فيس عملت نسيبتك العزيزه على الحس تقسم بالباي. حلسنا حلسنا من بوك العزيز الغالي ادعي لي يا صاحبي قول يا ربي قوي سعدي منيجي انا مش هلا قوي سعدك اقول نهار دعاهم
ربي يقوي سعودنا الكل. ازه زيت الليك يا سلله. مرحبا مرحبا. والله توحشك تتا. لا يوريك ما يوحشك بنتي. حويتها شنو حويلها؟ لبس عليها وليدها راهو كبر. ياه لبس عليه الحمد لله وهي لبس عليها. يا يمي تحبي نسب لك قرطه بعشرة؟ ما تشقيش روحك يا منجي. تو كي نروح نصب لك انا. يا بيني يا وعد الله على بنايتي. كملت الهضره ولا مازال؟ راني نقول لك راني في دار وليد خالي في تونس ما تفهمش. واش من راجل؟ اسمع قول له حجله راح تحرق الباريس، قول له دوها لغوانتانامو، قول له ماتت، قول واش تحب. وانت علاش تهضر مع يما؟ نقول لك علاش ما تروحش الجبانه تهضر مع بابا؟ ماشي خير؟ اي راح تلعب على روحك. دوك طلع لي القزل الراس راك حت سيدي يوم بوكل ما تسكتش. تفضل تفضل الشريفه. اسمع نقولك ماكش خارجه الا ما تكمل قهيتك، ماكش نتغشى عليك. عايشك. عسلامه اختي شريفه البوديلي عميل حره. اختك مش اختي اما هي كيف اختي قريبتي. تفضل. متشرفين انا حجله متزاير حره. ديريا نتشرفوا. اقعد. قلي عجبتكش السلعه؟ اختي حيات بصراحه السلعه اللي عندك ماشي ستيل متاعي بالكل بالكل، اما قلت مادام جيت ما روحش بيدي فارغه حبكش تخو في خاطرك عاد. ليه واه واه فاش قام مرحبا بيك. بصراحه اختي السلعه مش مستيل نتاعك، علاش خديتيها؟ باش تصدقيها على المساكين والفقراء. ليه اختي شميتها في الفيونسي نتاعي متعاركين حب يرضيني يعمل لي كادو، مد لي الشيكي نتاعو وقال لي خذ اللي تحب. تعرف ملي قمت الصباح ونشيك في جرة الشيك مش يتعلم يشد الثنية. يشد الثنية؟ لا هكاك اختي باين باش تمشيو بعيد. هيا خليوني نمشي نتاو ما عادش عندي وقت، عندي رونديفو انا واحد حبايب قطعة متاع زين، هو الحق الحق يحب عليا في الحلال وانا مازلت مسألتش عليه. قلت له خلي ساعة نتقابلوا ومن بعد جعمل ربي الدليل. عندك الحق. هكي كمال هو قطيس فشكارة. يلزم تتعرف عليه وعلى عائلته قبل ما تاخو قرار. عائلته وانا شن ندبيهم العائلة المكرمة؟ انا نحب على عائلته في البنكة اختي. يا للا يا للا. ها ونساوي للوح. تفضل تفضل قيوتك. عايشك. لا عمي حرت وحردين بالذي لا 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 والحادي فيه بحادي. قبيله برك كنت نحكي معاه قال له يعتدل. شوف خويا بابوشه انا ننصحك تتليبي اكثر شويه، ماك تعرف بعد الثوره صار كي تدخل الديولوجي عند الناس. نهار مغل مش يجي الديولوجي يا خيتي ما يطلعش هذا موعدي يتخذ في جرته. اللي اللي ماهوش مرض حاجه كما تقول انت مربوطه بالتفكير. تقولي انت هكا كوجعت الراس. اي هكاك بالضبط المفيد حبيت نقول لك ليه بيه اكثر وكها. لا 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 تهني الهنات خد الربي ما نخليش. اهلا. يا سيدي قلنا السلام عليكم. مرحبا سي حمد شنو حوالك؟ تفضل تفضل. احسنتي. فيه اجتماع خارق العاده بين قوسين، شنو هو حوار وطني ولا باش نعملوا لجنه؟ اش من لجنه يا سي حامد؟ نتحدثوا على الطفل الفاهم. شبيه صديق الابله صاحب الحوار؟ ما تقوليش اعاد الكره وحرق مره اخرى. لا 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 سي حامد ما حرقش. ممكن تيكي لي هيك مخوفني شوي، ما عنده قد شيء مات يصلي وكثر شوي من الاستغفار. شنو تو سي بابوشه؟ تو هذه حاجه تخوفه. يحب يصلي خليه يصلي، بالعكس ربما يتعلم الانضباط ويتخلى تماما على فكره الحرقان. مش هكا ما هو سي بابوشه خايف عليه من حكايه التطرف، ماك تعرف يطلعش يخلط في ناس ياثروا عليه. لا 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 هذه دعابه. تفهم فرقت بين ابو هريره وكريستيانو رونالدو. وزيد القانون يسمح له باش ينتمي لاي طيار، ان شاء الله حتى الطيار الكهربائي. المفيد في حدود القانون والانضباط. سينو عاد وقت يولي الدعداعي وركوب البرداعي. ها سي حامد ما يهمتيش فيه، هنا ينتمي حتى شبيبه القروان، وكنت خايف عليه لا يدور لي مذهب الحانف، الطفل عنده جمعه صلاه ولا يحل ويحرم وحده. اسي المنظر، تم حلت سكبريس. عسلامتك ترسل. شوف 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 سي حامد تم تم، وقيل يسبح. عسلامتك ترسل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. اش بيك وليت تبتب وحدك ولا وليت تقرض الشعر؟ هذا لا قرض لا حد شيء،
طرف لسات من عندي خذيت بهم طرف وشليك هكا الشعب المساسي كانت حتى تشري في شليك ان بالك معهم كابتن بلي بلي بوليس. اتهنى يا سي بابوشا، الحكايه ظهرت بني بني، تسمع ترشيقا ولا ترى دخانا؟ انا تو تاكدت من خلال صديقي الابله صاحب الحمار انه نظريه داروين صحيحه. هاي الله يرحمك يا داروين، فعلا هناك خيط رابط بين شعر الفهم والشمبانزي. الشامبان بالزيت هذا يطلع الشعر. لا هذا شامبوان يطيح الشعر ويطيح القدر ويطيح سعدي. انا اللي مازلت تحكي معك انت. طيح سعدك وحدك. يضرني فيها باش تمطر الرش. يا مرحبا يا مرحبا، زارتنا البركة. حيوتة هاكا كيما وصيتك عاد، كي تجيب حاجة في ستيل متاعي كلمني. تهنى بقدرة ربي ما ننساش، ومرحبا بيك في كل وقت، وانتي بربي سلم على المسيو. يبلغ، أما أنا منهم. سلم على الموجود حتى يجيك جديد. السلام عليكم. سلام. عسلامة يا جلال. عسلامة. يا مرحبا يا مرحبا، زارتنا البركة. قدم لك منجي خويا. انا المنجي خو حياتي، وانت اختي شكون يا ربي؟ وانت شكون؟ انا شريفه سي المنجي، اعمل حره. شريفه يا حبيبي نشرفوا يا شريفه، قلت لها اعمل حره، حدينا اعمل حره على الاخر. منجي وين كان التحريم؟ تفضل يا اخي، ماكش تشوفيه نحكي له المدموازيل حاشك بحاجه انت. اي المدموازيل مزروبه عندها رونديفو. لا مثال شختي حياة نورمال، خليه يستنى، مش باهي أو الغونديفو نمشي له في الوقت. هيا بسلامة سي بونجي. يا بوي بوي يا شريفة، اسمع يا شريفة، شريفة تحب نساعدك راس النهجة على خاطر الحومة نتاعنا فيها برشا كلاب سوق. لا مثال خلي المرة الجاية كان تحب وين تحب. وين تحب؟ يا شريفة كلاب السوق؟ زيد يا ولدي، أنا في بالي رثت وعملت عقلك، لكن هي هي الصنعة ما تتنحاش، واللي فيه طبع مرة لا تتخبى. يا عيد عيد ورحمة بوي لاجل الغولي من اللي بين نساء روز الصنعة القديمة، أما كنت شوف شي أقوى مني رو شي مبع. يا حبيبي ملا شريفة يا بي، مش تنسيني في الصنعة القديمة، يا بي ترجعني نحب وجملة. يا وليكس زاهز دارك وابن بيتك يا للا. قول طولها متر، زوز متر ولا حتى ثلاثة متر، وهذا أرضها. بيت عند المنجم داني لك الوحدة فوق هكا مربوطة بالتل. ياه، اسمعني ببيش، بعدك الكونترا نتاعي رد بالك. لا يا أخي وين ماشي أنت؟ ماشي المفتي؟ ماشي أنا قاضي عند واحد حبايب، ماذا بيا كان جينا قفت طول حاضر. اي اي اي، تو تعاود تقبض يا سلفان، تو جيت تقعد الكريبات الزرقاء الطويلة. ظرفك منها طرفتها. بيت عند المنجي ولا نقول حتى المنظر بيتها لي في القاولة. صباح الخير خالتي فاطمة، راكي سمحة وديما سمحة. الله يك خالتي فاطمة. جبلو، اش قولك نخطف روحي مرة أخرى ونجي نتخبى عندك؟ شعفة وتوب أخويتي، نخطف روحك أخويا البي. شنو ناوي تخطفها مرة أخرى؟ يا أخي ربي يعفو. شبيه يا حبيبي مكدر يهدر مع ملايكته؟ قولينا أخويا حطنا في الصحن أخويا، خلينا نعاونوك. لا لا ما تقلقش روحك يا الهذيلي، انت اكرم تكرم بك كبر في حد شيء يا راجل، ما تخممش مولا يا ربي. سعى الوطن في بحبوحة من العيش والطمأنينة والسؤدد كما يقولوا في الأخبار. الدستور كمل وتسجل في دفتر خانة، والديمقراطية ولات تتباع صبا. اش خير من هالنعيم يا صاحبي. هيا يا راجل نمشي نعملوا قهوة. وخلي المراكب تو تمشي وحدها. هيا اسمك اسمك انت تو بعد نلحق عليك. ما تخلينيش وحدي، ما تبطش عليا، راه وخوك وحداني، ما عنديش أحباب. اي باهي باهي. محسوب اللي عنده أحباب وجدنا به، قريب يخلصوا عليهم في القباضة. الله يرحمك يا حسونة يا حبيبي، خليتني وحدي. مشيت أنت منا سحبة الدنيا خلاص. تو يعجبك هكا يا حياتي؟ يا بنتي أمك حتى الكلام ماهوش تحب تكلمني راهو. مرجني يا وخيتي، مرجتني راك. يا أخي هاو أنا كيفك زادة ما تكلمنيش. ونجي وش بيك مقلق؟ نورمال. هايدوك تجي طاطا نحكيو معاها. اسمعك ما فيها تغنية. طيب ما زينك عامل حالة ملالي. غني يا أمي غني،
فسد لي علاقاتي مع نسيبتي وزيد غني. نسيبتك وهيك نسيبه يحكيوا عليها الناس؟ علاش بها؟ ريتها مخيطه بالسبيول ولا ناقصه يد ولا ساق؟ ليه ماهيش ناقصه، اما زايده صحت عين ورقعه، ما ريتهاش كيفاش تقيم فيا وتحط تقول عليا جيتها على عين العوره. بربي شتبه تعمل لك؟ يعني تعرف قلت لها؟ اوه شنو اللي قلت لها؟ يعني هيك نسيبتي جيت بتسلم عليها وامي جبدت يدها قلت لها نخاف من الحسبه. يا مالا شنو؟ نعرف عليها بالك تطلع مفريسة ولا عندها بعض البلاوات. شنو؟ انا قادمه على عرس تحبوا الراجل اللي رافضني. يا حيات عجبك شعرية؟ يقتل امي يقتل. شو تقول لي شعري شو؟ قطع عداك نقول لك حاجه، خمسه وخموسه عليك يهبل حش عوانيتك. كي نجوى الحجامه قالت لي في التصديره نعمل لك شينيون ونزيدك كعيبات ماش. برا عندك يعيش كيف فرح قلبك. ان شاء الله يا طاطا ان شاء الله. قالوا زيني عامل حاله. روح الشعر روح. يا من جبلت بس تعرفوش كيفاش؟ حتى انا مش نمشي نجوى الحجامه الرجل يخدم في الدار الفو باش نعمل شينيو ونهبط بيش براوني انا. كسبتي العزيزه. نسيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلت زعمينها سوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. نسيبتي العزيزة نسيبتي فلا خوف لي مراد ولا حتلا عدى الولا قلبي بالجرح ويمراد. سيدتي العزيزة يا حيودة يا حيودة مان يفوت شد عشونة يا حبوب يا حبيني خذي دواني كيبنو عب المرار يحب يا جيني من دار. عملتلي عملة ورا عملة ما عرفتش نامي يا هلا الله.